القرآن. يعني المحقق يصل الإضاءة المصحف تحت رجله كذا وأنت مقيد، من هو العسكري يقطع الورق في المصحف اللي يمسح به أحذيته يعني أمامك كان يحدث. نعم، ويتعب الإخوة كثيرا كثيرا كثيرا. تعرف مع المصحف كان يوميا كان في نوع من الأسلوب الاستفزازي للمصحف، يعني مثلا يمسك المصحف من طرف وهكذا وقع من المصحف بسبب هذه المعاملات. يعني المصحف الشباب بدأ وجد له سلاح فعال جدا لحد الآن. هذا السلاح حقيقة، هذا السلاح لحد الآن الأمريكان لم يجد له حل. ما هو هذا السلاح؟ حتى سميناه السلاح النووي. كان مفعوله قوي جدا على الأمريكان، حتى الإدارة اجتمعت على أساس كيف نحل هذه المشكلة. كان يأتي في بداية الأمر الكونغرس، البنتاغون، وفود يأتوا ويتفرجوا في حديقة الحيوانات هذه يمنى ويسرى ويبتسموا ابتسامات ساخرة. بعد ظهر هذا السلاح انقطع، لم استعمل ضدهم، ولكن الإدارة منعت مجيئهم خوفا من أن يتعرضوا إليه، خوفا من يتعرضوا على السلاح النووي. أول حاجة من يعني لأوريك الأسلوب، مثلا الشخص هذا العسكري أهان القرآن في عنبرنا، مباشرة انتقل للعنبر الثاني، نخبر الشباب في العنبر الثاني هذا العسكري اللون كذا طوله كذا، عرفت اللي فلان الفلان عسكري هذا، أي نعم عرفناه، بس هذا أهان القرآن، واحد فيكم يتبرع ويرمي النووي. العسكري يجيك مطمن وخلاص أهان القرآن ونجى بنفسه في العنبر الثاني. بعد هذا يبدأ التحضير للسلاح النووي. أكرمك الله، كان يملو كاسة غايط بليز كم أي وانت، مباشرة يعطي الكاسة لأنه شك، الزنزانة كلها مفتوحة، يعني يعطي الكاسة في وشه مباشرة. لو كان يتكلم كمان أكرمك الله على فمه مباشرة، وهو طبعا على وجهه ما يستطيع يرى، أمشي يمين أمشي يسار، ما حتى ما يستطيع يقترب على الجني هذا. إلى أن يذهب إلى العيادة، من العيادة يأخذ المادة لابد يفحصه، بعدها يذهب للاغتسال. وبطبع أنه ساكنين في ثكنات، والخبر كالنار في الهشيم، ويبغى يعيروا فيه. وإذا جاء إلى العنبر كل الشباب كل 48 يغفلوا أنوفهم، خلاص هو يعيش. يعني أنتوا بتعذبوه نفسيا ردا على ما كان يقوم به من الكتاب الله عز وجل. وأتذكر يعني ما في جنرال أمريكي إلا أخذ الغايد على وجهه في غونتنامو، ومنهم أتذكر ميلر، هذا الجنرال اللي كان في أبو غريب، ما أعرف هو كان هو كان قائد غونتنامو ونقلوه إلى أبو غريب. أي نعم، هذا من الجنرالات اللي أخذ الغايد على وجهه. هذا كان يعني السلاح اللي نقول هجد الجنود. الجنرالات توقفوا من الزيارات نهائي، وصل للمرحلة لشيء أبعد من هذا الشيء. الجنود المارينز والجنود الأمريكان يتباهوا بقوتهم، يعني هناك مثل القابة، القوي يأكل الضعيف في السكنات على بعض يعني. على بعض. إذا ضرب عسكري ضعيف من قوي، الآن يأتيك العسكري الضعيف، أنت الآن معاقب مثلا، محروم من الكاسة، محروم من كل شيء. إيه الكاسة؟ الزنزان، وعندك كاسة وعندك قارورة بتشرب الماء. يجيك العسكري الضعيف اللي هو مضروب من زميله، المضروب من زميله في السكنة، يقول لك أنا أعطيك كاسة، أجهز لك الكاسة وحفتح لك الطاقة أو الشباك بتاع الزنزانة فتحة قليلة، طب اسمع عليك للدفو وترمي، لكن ما تكلم الإدارة ولا تكلم العسكري شخص إن أنا أعطيتك الكاسة. هذا الشخص خبيث جدا، هذا العسكري يهين أخوانا في الانفراديات، وقبل كده مسك الكتاب الله عز وجل وكذا. العسكري الأمريكي يقول لك على زميله. أي نعم. اللي هو عايزه يقذف بالسلاح النووي. نعم، لأنه مضروب هناك في الثكنة هو أصلا. طيب نحن ما كنا نستعمل هذا الشيء، لازم نتحقق إذا كان هذا العسكري حقيقة عسكري خبيث وعسكري كان يفعل مثل هذه الأشياء. لا نتردد. نرجع لك لسبب دخولي آخر مرة للانفرادي. نعم. تبلى واحد من العساكر على واحد فلسطيني، ادعى عليه ادعى عليه. نعم. قال هذا الرجل هددني برمي السلاح النووي عليه. عسكري أمريكي ادعى على هذا الشاب الفلسطيني. هو لأنه كان رقيب اتصل وعمل التقرير ورفع مباشرة للإدارة. 10 دقائق أخذوا الأخ للانفراد لمدة شهر، رغم أنه لم يفعل أي شيء ولا هدد،
بس حقتنا على هذا الرجل. الآن هو يتوقع أنكم ستستخدموا السلاح ضده. أي نعم. خرج بعد نصف ساعة بعد الأخ أخذ الانفرادي، دخل كده متردد وأخذ أوكي يسلم على الشباب وذهب وخايف الآن وراجع. أنا قلت للشباب، أتذكر قلت للشباب اللي جنبي، أنا إن شاء الله حستخير الله عز وجل، أنا حستعمل النووي ضد هذا الرقيب. ضد هذا الرقيب. قال يا زول أصبر، أجلس معنا يا أخي، ما في سوداني غيرك، ما نريد تمشي من جنبنا وهكذا. واستخرت الله عز وجل وقلت للشخص اللي أمامي لما أغراضك عليك؟ وكان عندي تقريبا 6 كاسات. وجيبهم منين دول؟ أخذهم منهم. من العساكر؟ من العساكر. وأنا كنت أخذ معطي الفاضي. الآن طمن هذا الرقيب بأنه خلاص كل شيء مستقيم، خلاص الشباب هذيل خايفين ورايح جاي، رايح جاي على أساس أنه الشباب دول خايفين وما في حد حيستطيع يرفع راسه عليه. جهزت السلاح وأقول ناديته بليس كم، قلت له ما أخذ باقي الطعام. الآن فتحت، الآن مبسوط لأن أنا تكلمت معه بأسلوب، فتحت النافذة أعطيته الصحن وقفلها سريع. قلت له في قوارير هنا موجودة، أعطيته القارورة الأولى، القارورة الثانية. الآن هو فاتح النافذة وفوق النافذة أنا أعطي القوارير وأنا أعطي القوارير، وهو مستغرب مندهش كيف كل هذه القوارير. أنت تعرف أنك سوف تعاقب الآن بكثرة هذه القوارير؟ قلت له أصبر، برضو الكاسات عندي 6 كاسات، هذه كاسة وهذه برضو كاسة. هو كله تكدست أمامه في النافذة، واخذت الكاس السلاح ورميته على وجهه مباشرة. تدري إيش اللي حصل؟ ماذا حدث؟ وطبعا بعد ما خرج العساكر رجوا ويمين يسار، ما يستطيع حتى ناهيك إنه يقترب منه، من بعيد أخذوه كلهم أرفانين. كلهم أرفانين. جاء العساكر أدخل يديهم من داخل الشب، سووا له كذا كلهم. كلهم الأمريكان. الأمريكان كانوا حاقدين على هذا العسكري يعني. كل العساكر يجوا بعد ما أخذوه أدخل يديهم من جوا يسلم علي، أقول له أنت كذا ممتاز ليك أنت. أي نعم. ومباشرة جو السلاسل عليك على طول. أي نعم. أصحاب السلاسل عادة اللي يرمي السلاح النووي يشد عليك الطوق ويسلسل عليك سلاسل قوية حتى تتألم لسه تصل الانفرادي. أما هؤلاء من جوني عملوا لي كذا، حتى بتوع السلاسل، السلاسل. والقيد كان واسع شوي مريح. ولما وصلنا في الخارج، خارج العنبر، وجدت الضباط كلهم موجودين، الجنرال. الآن العساكر أصحاب السلاسل أصبحوا يشدوا. طبعا أبو يشدوا. فوق الجنرالات يوجد برج الحراسة، العساكر من فوق الجنرالات. ياه أنت بقيت يعني بطل عندهم. وجدت عرفت أنه هذا الرقيب كان حاقدنا على حقد شيء جدا يعني. يعني كان مكروه إلى هذا الحد بين كل العساكر. أي نعم. حتى لما رحت الانفراد كان المعاملة مختلفة تماما. أنت طبعا جربت الانفرادي قبل ذلك؟ أي نعم كثير. كل المرات اللي دخلت فيها الانفرادي كان بسبب السلاح؟ لا هذا حقيقة النووي هذا كان أول مرة وآخر مرة. وحقيقة السلاح كان لهم فعال حتى توقف إهانة الكتاب الله عز وجل. توقف إهانة الكتاب الله عز وجل.